وفي الشأن ذاته نال المخترعون الشباب من دولة الكويت إعجاب لجنة التحكيم في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وذلك من بين 1000 ابتكار شاركوا هذا العام قدمها أكثر من 725 مخترعا من 40 دولة. ذهبيتان وجائزة شرف فازت بهما الكويت في معرض جنيف الدولي للاختراعات، خبر لم يتوقعه المشاركون الكويتيون أمام احتدام المنافسة. مجموعة من الفتية لا تتجاوز أعمارهم 17 قدموا مشروعين رائدين لميناء صديق للبيئة وحاجز متطور للأمواج. أول شيء أنا فكرتي أو اسم مشروعي فلودينج بريك ووتر، أدفانسد فلودينج بريك ووتر. قبل كانوا يستعملون او للحين يستعملون في كل مكان قدام السفن او في المارينا يستعملون صخور البازلت. صخور البازلت مكلفه جدا، غير صديقه للبيئه. جت لك اي فكره في بالك ما تقدر تطورها ولا تقدر تحركها من مكان لمكان. فالواحد متر مكعب لو نلاحظ يكلف يمكن 20 دينار، تقريبا 20 دينار يعني 60 يورو. فانا مشروعي لا فلودنج بريك ووتر راح يكون طافح على الماي. الحياه البحريه عايشه تحته، لان هذا لما احط الصخور البازلت قاعد اذبح الطحالب، الاسماك، قاعد اذبح كل شيء، فغير صديق للبيئه. مالي فلودنج فالعايشه واقدر اطوره، اذا اي فكره جت ببالك تقدر تطوره، تقدر تحركه سهل، اقل تكلفه بوايد. حواجز حطينا عليه، زدنا عليه من ايطاليا، لان ايطاليا كانوا مسوين نفس الشيء تقريبا، بس انا زدت عليه حواجز وطورته بزياده. فهذا تقريبا المختصر مال المشروع. طبقناه في مختبر معهد الابحاث، واستخدمنا فيه ماده هاي دنست بولو اثيلين، ويكون كله هاي دنست بولو اثيلين، بس راح يكون مربوط فيه سلاسل او بلاستيك مقوى، راح يكون مطلي بستانلس ستيل عشان يكون صديق للبيئه بنفس الوقت. لجنة التحكيم في المعرض اشادت بصغر سن المبتكرين وحرصهم على البيئه. Je trouve que les projets qu'ils ont amenés sont très bien. أرى أن المشاريع التي قدموها جيدة جدا، ولهذا حازوا على الميداليات الذهبية. يعجبني لديهم الاندفاع وصغر السن، والأهم أن لا يتوقفوا عند هذا الحد بل يتقدموا إلى الأمام، لأن لديهم قدرة عالية على الابتكار، وأتمنى عليهم أيضا أن يترددوا دائما إلى نادي العلوم في الكويت. منافسة شديدة الصعوبة مع دول متقدمة كالصين وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها تمكنت الكويت من اجتيازها بسهولة. طبعا كان شعور فخر واعتزاز، لأن أنت مشارك بين 40 دولة ب1000 مشروع، فكان مو ببالنا أن احنا راح نفوز. جايين احنا كنا بس يعني نرفع علم الكويت، بس لكن الحمد لله عقب اعلان النتائج حصلنا على ميداليتين ذهبيه وميداليه فخريه اللي هي ميداليه الشرف. رغم صغر سني اللي هو 15 سنه شاركت معرض جنيف دول الاختراعات. طبعا هذا الفضل يعود حق ساعي ماد اللي هو اختارني ويتني الفرصه اني اشترك معه، والحمد لله اشتركت معه وفزنا بذهبيتين مع مرتبه شرف. المخترعون الشبان يطمحون لنقل مشاريعهم من الابحاث والمجسمات الى ارض الواقع. مشروع الميناء البديل أتمنى أول شيء يطبق في دولة الكويت ونشوف نجاح هذا المشروع بالكويت، وبعدين نشوف الاختراعات الكويتية تنتشر في جميع أنحاء العالم. يعني مثلا ممكن نشوفها بموانئ فرنسا أو بموانئ جنيف بالمستقبل إن شاء الله. إحنا دولة الكويت دولة صغيرة، شاركنا في مشروعين فقط، والحمد لله توفقنا على الدول الثانية بمشروعين أن حصلنا ذهبيتين وميدالية فخرية. عام بعد عام تكرس الكويت حضورها في معرض جنيف الدولي للاختراعات، ابتكارات تنبع من الحاجة العملية وتتوافق مع شروط الحفاظ على البيئة. ذهبيتان للكويت في معرض جنيف الدولي للاختراعات، مشروعان مميزان صديقان للبيئة، حل أحدهما في مرتبة الشرف، اختارتهما إدارة المعرض من بين أكثر من 1000 مشروع قدمتها 40 دولة. من معرض جنيف الدولي للاختراعات، دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت. فوز ساحق أثبت من خلال شباب الكويت قدرتهم على خوض المنافسات الدولية في المجالات التقنية. وعبر حساباتها الرسمية الإلكترونية نشرت وزارة التربية مقاطع فيديو للطلبة الفائزين وحفل استقبالهم أثناء عودتهم من سويسرا، حيث كان أول المستقبلين لهم وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس. فبسعادة عارمة تداول المغردون خبر فوز الفريق الكويتي من طلبة ثانوية حمد الرجيب بميداليتين ذهبيتين وميدالية فخرية، وذلك ضمن مشاركتهم في معرض جنيف للاختراعات. المغردون بدورهم هنأوا شباب الكويت الفائزين، مؤكدين أنهم فخر للكويت وأبنائها، متمنين لهم مزيدا من التقدم والإبداع.